ليش الكفل منطقة ناجحة جدا بزراعة التين؟ تميز منطقة بني مسلم عن باقي المناطق المجاورة بزراعة التين. التين احنا توارثنا أبعن جد مناطقنا. منطقة بني مسلم التين نجح بهاي المنطقة، باقي المناطق لعله المجاورة مثل قريبة كلش نجح بها، المناطق البعيدة لا ما نجح بها. ليش؟ أعتقد نسبة الرطوبة هنا تصير أعلى؟ أعلى. نعم. هاي المنطقة نسبة الرطوبة أعلى. الفرات سهل يعني. المنطقة هذه أكو مناطق مرتفعة لا ما نجح عندنا. التين ما يحب مثل كسموم ما سموم ذني. يعني نقدر نقول بني مسلم منطقة منخفضة. نعم. أكثر من المناطق الأخرى. نعم. يعني اليوم حتى هوية التين مو لكل الكفل، فقط بني مسلم تقريبا. طبعا موطنها الأصلي بني مسلم. إيه. بس نقول بالآونة الأخيرة لا انتشر المناطق المجاورة. نعم. سؤال، هو الكفل قضاء؟ الكفل قضاء نعم. قضاء وبني مسلم ناحية؟ بني مسلم لا منطقة. ما لي أي ناحية؟ منطقة تابعة للكفل، قضاء الكفل. المنطقة عادي مصارة ناحية. لا لا لا. مباشرة للقضاء. نعم تابع. مباشرة للقضاء. جيد. انتشر موضوع التين بكثافة جدا، وصلت إنتاجاتكم اليوم إلى كل المحافظات العراقية. نعم. حقيقة يعني يصيحون يمنا مثلا في العاصمة بغداد هذا تين الكفل. نعم مو بس فقط بغداد. أنت تقول نعم. التين عندنا من الشمال للجنوب. صح. عندنا بأربيل، عندنا بسليمانية، عندنا منتشرة، يجي المسوقين ياخذوه من ذيش المناطق لحد الفاو. يعني احنا عندنا حتى بالآونة الأخيرة صارت 3 سنوات و4 عبرنا الكويت. صح سامعاني بهاي المعلومة. نعم للكويت. العام لما صورت قالوا وصلنا. نعم للكويت. إضافة عندنا يعني بعض الخليج من البهرين بهاي التينة اجوا وشافوا وش اسمه. نعم. نقل الشتلات. صار توثيق. ايه. عندنا من الإمارات. ايه. من عمان من الكويت نقلوا من هاي الشتلات وشتلوها. ونجحت عندهم ودزونا المقاطع يعني من بهرين حتينا نجحت عندهم. بس شتالهم صار مو نفس طريقتنا بيوز زجاجيه لان ما يقدرون يوفرون نفس الجو. نعم لان الشتلات بعد هي ما نقدر نقول لك هذا الحجم لا شتلات يعني العام حملت عندهم السنه حملت بعد نقول حجم صغير. نعم. بس كحجم الثمار عندهم شو اسمه. نعم. انبهروا على شكل. موضوع الشتلات يعني هسه هذه الشجره فرضا هاي. نعم. تعتبر انه شجره كامله النمو لو تعتبر؟ لا لا كاملة النمو. هاي هاش قد عمرها تقريبا؟ هاي ما يقارب الثمان سنوات تسع سنوات. تينا شجرة معمرة. هاي معمرة؟ معمرة. نعم. يعني التين يختلف عن باقي الأشجار. التينة مثل تجي تقصها شو اسمه من قعمها ترجع تخضر. باقي الأشجار لا تموت. التينة معمرة. يعني حتى لو نقول مثلا كبرت عجزت نقصها ترجع تحي من جديد ترجع شلون ما شاء الله جديدة. يعني الأجار. حتى لو تبقى عمر نعم كبير نعم ما نعم. تنتج تقصوها يرجع تتعب التينة. نقول نفرض تعبت كبرت التينة هذا العضد مالتها بعد ما يساعد. اي العضد. ايه. من تقص التينة. ايه. ترجع تقول شلون شابة ما شاء الله. ايه. يعني مثلا اكيد اهلك يسولفون اقدم شجرة تين انت شايفها ايش قد عمرها يعني توصل 60 70 سنة ايش ارقام. ايه. ايه.